فينا من المغرب. مهندس أحمد كريم سلمان من العراق. كنت محتاجة فعلا مساعدة ومساعدة. أن أقدم جزيل الشكر للقناة. شكرا من كل قلبي لقناة منحمة كل الألوان. امتناني لمصداقيتها. كرمال هيك أنا بحب أشكر أصحاب القناة، بحب أقول لهم شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. بإذن الله النهاردة هنتكلم عن منحة دراسية ممتازة جدا، بس قبل ما أتكلم عن المنحة دي حاب أوضح لدي قناتنا، قناة منح من كل الألوان. هتلاقوا عليها فرص هنا ومنح كتيرة جدا، بالإضافة كمان ده الويب سايت الرسمي الخاص بينا، هتلاقوا برضو عليه فرص ومنح عديدة، فياريت تتصفحوا القناة والويب سايت عشان تعرفوا على أحدث المنح الدراسية. كمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص والمنح توصلكم بسهولة. طيب خلينا نبدأ على بركة الله ونتكلم عن منحة النهاردة. منحة النهاردة هي عبارة عن منحة دراسية مميزة جدا في ماليزيا وممولة بالكامل، تمام كده؟ طيب خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر. الدولة اللي هيكون فيها الدراسة زي ما احنا قلنا هي ماليزيا، بالنسبة للجهة المانحة هي زي University of Malaysia، وطبعا دي جامعة من أقوى الجامعات حول العالم وجامعة حكومية، أول لما تسمع جامعة حكومية يعني جامعة معترف بها دوليا وليها ترتيب عالي على مستوى العالم، تمام كده؟ طيب الدول المتاحة للتقديم، جميع الدول المتاحة للتقديم سواء أنت من دولة عربية أفريقية أسيوية بتقدر تقدم على المنحة دي، تمام كده؟ طيب المرحلة الدراسية الموجهة ليها المنحة دي، المنحة دي موجهة لدرجة الماجستير والدكتوراه فقط، يعني لو عايز تدرس ماجستير أو دكتوراه متاح، عايز تدرس بكالوريوس غير متاح. لو أنت في آخر سنة من البكالوريوس أو آخر سنة من الماجستير وعايز تقدم على المؤهل الأعلى بتقدر عادي جدا تقدم، مفيش مشكلة، عن طريق إنك بتجيب شهادة السنة اللي قبلها، تمام؟ طيب بالنسبة بقى للتمويل المتاح في المنحة دي، عندنا تمويل ممتاز جدا مقارنة إن هي منحة جامعية مش حكومية. اول حاجة حضرتك هتاخد رسوم الدراسة مجانا، مش هتدفع اي تكاليف خالص بالنسبة للدراسة، تمام؟ طيب هيكون عندك راتب شهري مقداره 2000 رينجت ماليزي، وهذا راتب شهري كافي للمعيشة. راتب ده راتب كويس جدا هيكون عندك شهريا، هتقدر تغطي بيه احتياجاتك والطعام وغيره. كمان المنحة دي بتوفر لك السكن الجامعي مع الدراسة، وكمان زي ما احنا قلنا ما تنسوش انك يعني هتدرسه في افضل جامعات العالم في ماليزيا، وهي جامعة حكومية عالمية معترف بها، تمام؟ طيب هنا كمان عندنا رابط جروبنا على الواتساب، وهنا جروبنا على التليجرام، يا ريت تشتركوا فيهم عشان توصلكم احدث المنح الدراسيه فور نزولها. طيب بالنسبه للتخصصات المتاحه، عندنا تخصصات عديده جدا متاحه علميه وادميه زي الطب والهندسه والحقوق والتربيه وغيره، وانا هنا حاطط لكم رابطين، رابط تخصص الماجستير ورابط تخصص الدكتوراه. تعال نبص على تخصصات الماجستير، فهم هنا حاطين في الموقع الرسمي كل التخصصات اللي بيشملها الماجستير، تمام؟ فده عشان تشوف التخصص المناسب ليك وهل موجود ولا لا. فتلاقي هنا بص كده تخصصات عديده، هتلاقي عندك الفارماسي، دنتستري، اديوكيشن، ميديسين، ساينس، انجينيرنج، شوف كم التخصصات الموجوده، تخصصات عديده جدا. برضو درجه الدكتوراه نفس الشيء، تيجي تضغط على درجه الدكتوراه هيطلع لك برضو التخصصات المتاحه في درجه الدكتوراه، وتخصصات عديده جدا وكثيره، تمام؟ برضو هتلاقي عندك بقى تخصصات علميه وادبيه، تشوف التخصص المناسب ليك، فهيفتح معانا درجه الدكتوراه البي اتش دي، تمام؟ وهنشوف التخصصات المتاحه. هنا التخصصات المتاحه برضو نفس الشيء، تمام؟ فتقدر تقدم على احد هذه التخصصات. طيب خلينا دلوقتي بقى نروح نشوف الاوراق المطلوبه. الاوراق المطلوبه في المنحه دي هي اوراق بسيطه مش معقده، مطلوب منك السي في بتاعك، تمام؟ مطلوب صوره جواز السفر، وتصور جواز السفر يعني الصفحه الاولى كامله، ومطلوب كمان منك تحط صوره شخصيه، ومطلوب اخر مؤهل دراسي حصلت عليه، ولو انت في اخر سنه من المؤهل الدراسي الحالي بتجيب شهاده السنه اللي قبلها. كمان مطلوب خطاب نيه موتيفيشن ليتر، ولو عندك بقى اي يعني الشهادات كورسات تطوعات اي حاجات من الحاجات الاضافيه دي ممكن تدعم من طلبك اكتر، تمام كده؟ طيب هنا عندنا تنويه ان المنحه دي ليس بها حد اقصى العمر للتقديم فيها، تمام؟ متاح لجميع الاعمار. كمان المنحه دي بتقبل اعداد كبيره، لان طبعا بيدرس فيها عدد طلاب كتير كبير جدا من خارج ماليزيا. كمان يمكنك التقديم اذا غير متاح معك شهاده اللغه الانجليزيه، مش مطلوب الايلتس او التويفل او شهاده اللغه الانجليزيه الزامي. كمان يمكنك التقديم اذا انت خريج او في اخر سنه من المؤهل الحالي، تمام كده؟ طيب بالنسبه للتقديم، التقديم هو بيتم من ابلكيشن المنحه اونلاين، في ابلكيشن للمنحه بتملاه اونلاين وبقى انت كده قدمت بنجاح، تمام؟ اخر ميعاد للتقديم في المنحه دي هو 31 اغسطس 2021. طبعا لسه الميعاد قدام بدري، ولكن حاول تجهز كل حاجتك من دلوقتي وترتب كل شيء، لان التقديم بدري بيكون افضل يعني، تمام؟ وبرضو انت ما تتاخرش لحد اخر يوم في الديدلاين وتقدم. طيب تمام كده،
هنا عندنا بعض الملاحظات. ما تنسوش ان قناتنا قناه منح من كل الالوان، بتوفر خدمات اضافيه زي اللي احنا بنوفر منح دراسيه مضمونه القبول 100% في الصين، خدمه التقديم بشكل احترافي لاي فرصه ومنحه انت عايزها، ان لو عايز تقدم من خلالنا على المنحه دي متاح. كمان خدمه تجهيز الاوراق بشكل احترافي تستخدمها في التقديم بنفسك في اي منحه انت عايزها، وخدمه التقديم على الكورسات. ولو عايز اي خدمه من الخدمات دي بتلاقي رابط خدماتنا الاضافيه موجود هنا، وكمان بتلاقيه موجود في صندوق الوصف اسفل الفيديو ده. طيب خلينا دلوقتي بقى نروح نشوف الاعلان الرسمي للمنحه، والتفاصيل اللي انا قلتها دي هتلاقوها موجوده في الاعلان الرسمي. هيفتح معانا دلوقتي موقع الجامعه الرسمي اهو، يونيفرسيتي ماليزيا. تمام، هتشوف التفاصيل كامله هنا. شوف حاطط لك هنا بيقول لك يونيفرسيتي مالاي ستودنت فاينانشال ايد اللي هي سكولرشيب. تمام، بيقول لك ليفنج الاونس و100% في ويفر. تمام، فهنا شرح لك بقى كل التفاصيل واخر ميعاد للتقديم، وانها بتشمل الدراسه وكمان الراتب الشهري وغيره من الاشياء. تمام كده. طيب دلوقتي شفنا الاعلان الرسمي، خلينا بقى نروح نشوف الكيفية التقديم. هتضغط على كلمة قدم الآن دي عشان يفتح معاك بقى أبليكيشن التقديم. التقديم بسيط مش معقد، ولكن لازم تملاه بشكل احترافي وشكل كويس. تمام، طيب هيفتح معانا الأبليكيشن بالشكل ده. تمام، هتروح بقى الأول أنت تعمل كرييت أكاونت. لازم الأول تسجل أكاونت على موقع المنحة، مش معقول هتروح تدخل للأبليكيشن مباشرة، فلازم تعمل الأول كرييت أكاونت وتحط تفاصيلك والبيانات بتاعتك. تمام كده، هيظهر معانا الابلكيشن بالشكل ده. تروح تضغط على كلمه تايتل وتشوف بقى اذا كنت انت يعني ايه، وتشوف على حسب الشخص المتقدم اذا كان ولد او بنت. بتضغط مثلا مير. تمام، تايتل الفيرست نيم، تحط اسمك، سير نيم، هكذا، تحط تاريخ ميلادك، تحط الايميل بتاعك، تعمل كونفيرم للايميل، تحط باسورد وتعمل كونفيرم الباسورد، وتعمل كرييت يوزر، ويبقى انت كده عملت اكونت على موقع المنحه بنجاح. ترجع تاني بقى هنا. تمام، وتروح لجزء اللوجن اللي هو بقى تسجيل الدخول مباشره للابلكيشن. تمام، عشان تملى الاجزاء الداخليه في الابلكيشن، فهنروح لكلمه لوجن، تضغط عليها كده عشان يفتح معانا الجزء اللي احنا نحط فيه الايميل والباسورد بتاعنا وندخل للابلكيشن. فهنا انا هحط الايميل بتاعي على سبيل المثال. تمام، احط الايميل، وبعدين احط هنا الباسورد. تمام، وبعدين اضغط على كلمه لوجن دي عشان ادخل للابلكيشن بتاعي. تمام، فهنا بيقول لي يوزر ريدايركت، بيحولني كده للابلكيشن. تمام، هيفتح معانا دلوقتي. طيب هنا ده الجزء اللي هيفتح معاك في الابلكيشن. طبعا انا عملت ابلكيشن سابقا عشان اعرف اشرح لكم عليه، فانت اول لما هتفتح الجزء ده كده هيطلع لك زي ايه، ابدا الابلكيشن مثلا، هيطلع لك بدايه ابلكيشن. انا كده انا هنا هضغط على كلمه كونتينيو اللي انا اكمل الابلكيشن اللي انا عملته سابقا، واوريكم ايه الاجزاء اللي بتبقى موجوده داخل هذا الابلكيشن. تمام كده. طيب هيفتح معايا بالشكل ده. طيب هتروح هنا تضغط على كلمه ايديت. تمام، تعديل، وهيفتح لك حاجه اسمها التشيك ليست. التشيك ليست دي بقى الحاجات اللي بتبقى مطلوبه داخل الابلكيشن. فهنا اول حاجه مطلوبه البيرسونال ان ديتيلز او البيرسونال انفورميشن، وطبعا احنا حطينا البيانات كنا حاطينها. تمام، الاسم وكده. هتزود بقى بيانات اضافيه زي جنسيتك، السكايب بتاعك لو عندك. تمام، كل الحاجات دي هتزودها. بعدين كونتاكت ديتيلز اللي هي معلومات التواصل معاك هنا، ازاي يعني الجامعه والمنحه تقدر تتواصل معاك. فبتختار بقى الدوله اللي انت مقيم فيها حاليا، عنوان بتاعك، بتحط كل التفاصيل دي هنا ورقم التليفون. بعدين بتخش على الجزء اللي بعده. تمام، دي بالنسبه للكواليفيكيشن. تمام، لو انت عندك اي حاجه من الحاجات دي فهتضغط على النوت ابليكيبل. دي معناها ايه؟ ده بيكون كده زي مدارس اللي هي الانترناشونال والقدرات والحاجات اللي زي دي، فدي ليفلات معينه. تمام، فاحنا في الدول العربيه ما بتدرسش بالطرق دي، فبتضغط على النوت ابليكيبل دي. تمام، وبعدين بتضغط على سيف وكونتينيو، بتخش الخطوه اللي وراها اللي هي بقى بتحط فيها بيانات الخلفيه التعليميه بتاعتك. مثلا انت هتقدم على ماجستير يبقى تحط بيانات درجه البكالوريوس. تمام، هتقدم على دكتوراه يبقى تحط بيانات درجه البكالوريوس والماجستير زي ما موجود هنا عندنا. فمثلا انا لو على سبيل المثال هقدم على ماجستير يبقى احط بيانات البكالوريوس هنا، بدرس البكالوريوس في اي دوله، في اي جامعه، واي تخصص كل ده اضيفه هنا. تمام، طيب بعدين بتخش الخطوه اللي بعدها، دي ريسيرش بابليكيشن. هنا في الجزء ده، في جزء البابليكيشن،
بيكلمك على حته البروبوزال، محتاجين هنا زي خطه بحثيه. تمام، مطلوب منك خطه بحث لازم برضو تضيفها هنا، ولو عندك اي بابليكيشن، بابليكيشن دي بتبقى مطلوبه للدكتوراه بس مش بشكل الزامي. يعني بابليكيشن دي بتبقى انت مثلا نشرت مقاله في جورنان قبل كده، عملت بحث معين فبتحط البابليكيشن دي، انما خطه البحث هنا ده البروبوزال بتاعك فبتضيفه هنا. تمام، مطلوب انك تعمل خطه بحث على التخصص بتاعك. طيب بعدين بتروح للفينانس انفورميشن، التمويل. هل انت مثلا خدت منحه قبل كده؟ بيسالك هل خدت منحه سابقا، فبتضغط على كلمه نو انك ما عندكش اي منحه سابقا. تمام، بعدين دوكيمنت ابلود، يعني تحميل الوثائق شهاداتك. تمام، فهنا بيقول لك عايزين صوره شخصيه ليك، تحط صوره شخصيه، عايزين المؤهل الحالي بتاعك. تمام، او شهاده يعني الترانسكريبت بتاعتك او كشف الدرجات، وهنا مطلوب صوره جواز السفر. والاجزاء الباقيه دي بقى كلها حاجات اضافيه، يعني مثلا بيقول لك لو انت بتشتغل حاليا هات لنا خطاب من جهه العمل اللي انت بتشتغل فيها، لو معاك شهاده لغه ضيفها، يعني لو معاك خطابات توصيه ضيفها، يعني كلها حاجات بتكون اضافيه، انما التركيز على الثلاثه الاولانيين الزامي، حتى معمول عليهم بالاحمر لازم انك تضيفهم. تمام، بعد لما بتخلص بقى دوكيومنت تابلو بتروح للبروسينج في اللي هو في رسوم ابلكيشن. ركز بقى معايا كده، مطلوب هنا رسوم ابلكيشن. يعني ايه رسوم ابلكيشن؟ رسوم الابلكيشن دي عشان الجامعه تراجع الابلكيشن بتاعك، وده بيبقى مطلوب عشان ضمان الجديه، يعني مش اي واحد يخش كده يوم جاي مالي الابلكيشن وخلاص، لا. فعشان ضمان الجديه لازم ان ايه، انك تدفع رسوم الابلكيشن دي. وهنا رسوم الابلكيشن دي بسيطه جدا جدا، تقريبا رسوم الابلكيشن يعني بتعادل بالدولار 10 دولار اللي هي 50 رينجت هنا، تقريبا 10 12 دولار في الحدود دي تدفعهم رسوم ابلكيشن عشان الجامعه تراجع الطلب بتاعك. وده على فكره افضل لما بيكون في رسوم ابلكيشن، بيكون افضل عشان ضمان، يعني ضمان الجديه، وعشان ايه، قله التنافس، مش اي واحد بيخش يملا كده، الناس اللي هتدفع رسوم الابلكيشن بس هم اللي هتراجع طلبهم، وكده يكون فرصتهم اعلى في القبول. تمام كده، بعد لما بتحط كل البيانات وبتعمل بروسنج فيه، بتروح لجزء السبميشن. خلاص انت اكدت كل بياناتك، كل حاجه مليتها، بتجاوب على الاسئله دي. تمام، وبعدين بتضغط على كلمه سبميت هنا، ويبقى انت كده قدمت بنجاح للمنحه. تمام، فده كل الابلكيشن. طبعا منحه ممتازه جدا، انا برجح لكل الناس اللي هي تملى ليها، لان صراحه ممتازه، لا مطلوب شهاده لغه انجليزيه ولا فيها تعقيدات، فياريت تقدموا ليها. وما تنسوش كمان خدماتنا الاضافيه لو حابين تقدموا بشكل احترافي على المنحه دي، وان شاء الله باذن الله يكون بالتوفيق والقبول ليكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.